أنت تحدثت عن الأناتومي وقلت أنه الأناتومي التشريح أنت تدرسه بالمصدر وأنه لازم ندرسه بالمصدر لأنه التشريح مهم والسيرجري وإحنا أطباء وكل هذه الأمور الانفعالية. أوكي طيب لطيف أنه إحنا رح ندرس الأناتومي التشريح بالمصدر وباقي المواد. بالنسبة لباقي المواد شو المفروض نتعامل وياهم؟ رح نعرف هذا الشيء إن شاء الله خلال الفيديو، تابعوا وياي. مساء النور شباب وبنات كل اللي قاعد يتابعوني، اليوم ان شاء الله راح يكون حديثنا عن المصادر والمحاضرات، الحديث اللي تحدث تقريبا لحد الان بكذا فيديوهين او ثلاثة يمكن. الان الحديث راح يكون انه انا اوكي انت التشريح قلت ندرسه بالمصدر، طيب والبقية؟ هاي البقية باقي المواد. طبعا ليش انا اقول التشريح بالمصدر؟ لانه التشريح وين يعني باي مكان انه انا لازم يكون عندي معلومات الى حد ما كاملة كطالب، يعني انه اتخرج مثلا اليوم مثلا احنا اخذنا الهارت انه هل معقولة انه انا اخذت الهارت مجرد فقط على المحاضرات واكون معلومات تكون مستي، يعني انه معلومات بعدها مو كاملة، معلومات ماكو تفاصيل معينة انا ما ماخذها. يعني تخيل انه بهاي الطريقة انه انا كاناتومي مو قوي، كاناتومي ضعيف، انا كاناتومي بي ضعيف اوكي، واني اروح للسيرجري اروح انه اني يعني طالب طب او انه اني طبيب الاناتومي عندي ضعيف، هاي الفكرة اني بحد ذاتها هاي الفكرة ما اتقبلها اوكي، انا شخصيا ما اتقبلها. ولكن باقي العلوم مثلا انا عندي يعني مادة اللي هي الممبرين ريسبتر، يعني طلاب الكوفة السنة الثانية يعرفون الممبرين ريسبتر ممبرين اند ريسبتر. الفكرة هنا شنو الفكرة بهاي المحاضرة انه او بهذه المادة، هذه المادة موجودة بالفيزيولوجي، موجودة بشكل اساسي اول شيء بالفيزيولوجي تبلش بعدين بالبايوكيمستري او تبلش صار بالبايوكيمستري بعدين الفيزيولوجي بعدين الفارماكولوجي او ممكن اكثر من هذا حتى اناتومي بها شوية اناتومي جنرال اناتومي. فهذه المحاضرة موجودة يمكن اذا اريد ادرسها بالمصادر فهي موجودة باربع مصادر او خمس مصادر اوكي، اربع او خمس مصادر. فهذه المادة انا شخصيا صراحة ان طبعا سويت قناة تليجرام انه راح اصير اشرح هذه المادة ان شاء الله التليجرام بعد المشروع بعد حتى ما نبلش، يعني اذا بلش اكيد يعني راح انشر الكاميرا راح تكون يعني متاحة لكم وراح انشرها اسفل هذا الفيديو، فراح تقدرون تحضروا يعني راح تقدرون تصلون لهذه القناة من هذا الفيديو واكيد من قناة التليجرام. ما اعرف ليش الاغلبية مشاركين بقناة التليجرام واحيانا يعني يدخلوا لي مثلا طلاب طب انه ما عندهم تليجرام. انت طالب طب وما عندك تليجرام يعني لازم يكون عندك تليجرام، راح تحتاجه، فسوي تليجرام دبر حالك يعني لازم اسوي تليجرام. فالفكرة انه بهذه الممبرين ريسبتر الفكرة اللي اريد اعتمدها انه اني ادري انه يمكن عندي اربع او خمس مصادر احتاج اعتمد عليهم، احتاج اعتمد عليهم فعليا احتاج، لانه هذه المادة يعني لازم تقرأ مصدر بيها. بس قراءة المصدر مو مثل الاناتومي انه من الغلاف للغلاف بهذه المادة ما ينفع. ليش ما ينفع؟ لان قلت بخمس مصادر، خمسة او اربع مصادر، على الاقل ثلاث مصادر، هاي على الاقل، وانما على الاقل اربع صراحة انه مو ثلاثة، بس انه اوكي ثلاثة يمشي الحال. بس نفس الوقت انه انا معقولة راح ادرس كل هذه المصادر؟ لا مو معقولة. أنا اللي سويته شخصيا أو اللي فكرت أسويه بعد ما سويته بشكل أساسي، ولكن اللي قاعد أقرأ هسه حاليا المعتمد أنه أنا قاعد أقرأ إياه، فاللي قاعد أقرأ شلون أنه أبلش من المحاضرة، أنه أروح للمحاضرة أفهم المحاضرة أوكي أو الورك بوك الهاند بوك، وبعدها أروح للمصدر في حالة إذا ما فهمت شيء، في حالة إذا مثلا أكو أشياء معينة ما فهمتها، أو أحيانا أروح للمصدر بشكل مباشر، مثلا أنه أعرف أنه الـ transport of substances across plasma membrane أو يعني من خلال الـ plasma membrane through plasma membrane، فهذه أعرف أنه هذه موجودة عنها فصل كامل بجايتون بالفيزيولوجي، وجايتون شارحها بشكل يعني عنوان صريح للفصل اللي هو transport of substances through cell membrane أو through plasma membrane، فشرحها بشكل صريح. فأحياناً أروح مباشرة لجايتن، ليش؟ لأنه يعطيني الفكرة ويعطيني شيء منظم أكثر.
فببساطة أنه أروح الجايتون أكملها من جايتون وأرجع للمحاضرة أدرس المحاضرة أشوف شنو الأشياء يمكن اللي جايتون ما ركز عليها، لأنه جايتون فيزيولوجي يمكن أنه أنا أحتاج بايوكيمستري هماتين مو بس فيزيولوجي، فممكن أروح أيضا لرفرنس بالبايوكيمستري في حالة إذا ما فهمت المحاضرة بشكل كامل أروح لرفرنس بالبايوكيمستري وأشوف البايوكيمستري بالضبط شنو حاشي، لأنه يعني أكو في تفاصيل معينة أنا أحتاجها. ولكن هي الفكرة بحد ذاتها، الفكرة انه انا شو وقت لازم اروح وين لازم اروح ومن اروح شنو لازم اسوي، هي هاي الفكرة بحد ذاتها اللي احنا كطلاب يعني اللي قاعد اشوفها انه ما عندهم هاي الفكرة. يعني ثقافة هي بهالمعنى، ثقافة قراءة دراسة المصادر بعدين ما موجودة، احيانا هي مو دراسة بس المصادر، هي مجرد قراءة، هي مو دراسة مجرد قراءة، انه انا قاعد اقرأ بالمصدر اشوف اكو معلومة معينة اريد معلومة بس معلومة واحدة أريد أوصل لها. فهاي الفكرة من الموضوع. أنا تحدثت سابقا أنه عندي فيديو راح أخليكم رابط أسفل الديسكريبشن أنه كيف أقرأ المصدر، أكو عندي طريقتين لقراءة المصدر، يا أنه أمسك المصدر من في الغلاف أقرأ وهذا أنا أسوي بالأناتومي، أو أنه أحتاج معلومة معينة اللي هو هذا أسوي بالباثولوجي أوكي أنه أروح للإندكس أشوف المادة أو أشوف يعني على حسب، يعني أبحث عن الكلمة اللي أريدها، مرض معين مثلا منينجايتس، مثلا انه ابنديسايتس، مثلا انه اريد اخذ فكرة عنها، فاروح للاندكس، الاندكس يوصلني لعدد الصفحات المذكورة بها الابنديسايتس او المنينجيز المنينجايتس، فاروح لهذا المكان، اروح لهذا المكان لهذه الصفحات اقرا فقط اللي اريده، او ابحث اصلا انا اريد مثلا بس الباثوفيزيولوجي اوف الباثوفيزيولوجي اوف منينجايتس، بس اريد الباثوفيزيولوجي اوف منينجايتس، فأقدر أوصل فقط للباثوفيزيولوجي. فهي هاي الثقافة، هي هاي اللي إحنا محتاجين، أنه لما أحتاج شغلة من المصدر أروح بس هاي أقرأها وأرجع بس، أوكي، ولا من شاف ولا من دري بهذا المعنى. هاي الحالة. بس إحنا حتى يعني حتى أكون صريح وياكم، كل مادة أنا شخصيا من أجي أريد أدرس بداية كل سمستر بداية كل سنة أنه لازم أخلي بروفايل لكل مادة، مثلا CVS انه من البداية خليت له بروفايل خاص بي اللي هو انه CVS يعني تبلش من الاناتومي يعني مور نتر، واكو مصدر ثالث يعني رويتكم يعني شرحت يعني عن الكارديوفاسكولار سيستم، محاضرة كانت كاملة ايضا راح اخليكم رابط اسفل الديسكريبشن. فبلشت من هناك، بلشت من الاناتومي بعدين الفيزيولوجي بعدين السوري النتر يعني الاناتومي بعدين الهيستولوجي والفيزيولوجي يعني بعد قاعد ادرس بي، لأن احنا بعدنا يعني بعدنا ما كناش متقدمين بال يعني CVS. فالمهم ايضا الامبريولوجي، فخليت له بروفايل بحيث سويت له ملف كامل انه هذا الملف فقط ادرس به CVS من خلال دراسة المصادر. ليش دراسة المصادر؟ لانه CVS مادة مهمة، يعني قلب الانسان، فبالنسبة لي مادة مهمة فقررت ان اقراها بس مصادر. بالنسبة للأبر لم واللور لم إنه هذه أيضا مباشرة تروح للمصدر، لا تفكر أساس المرتين، هي بس مصدر، أوكي مصدر مور بس مور ونتر وهذا المصدر الثالث بهذا المعنى. فهي اللي فكرت به البروفايل مثلا مال مثلا الممبرين أند ريسبتر مثل ما ذكرته، إنه احيانا اروح للمحاضره، احيانا اروح للمصدر، احيانا اسوي ميكس، احيانا ما افهم شيء اروح مثلا ادوس على الانترنت مثلا على اليوتيوب، انه هاي الطريقه لكل ماده اكو بروفايلها الخاص. بس مثلا اني بالابرلم ما راح اروح لليوتيوب ولا راح اروح لمكان غير مور مثلا، لانه ادري انه هو مور هو الكافي وخلص، اوكي بهذا المعنى. يعني كل مادة لازم تخلي لها بروفايل، الميكانيزم اوف ديزيز مثلا انه المود او الباثولوجي بشكل عام، انه ادري انه بالمصدر موجود عنا الاشياء اللي احتاجها فابلش من المصدر. بالنسبة لي انا بلشت من المصدر واروح للمحاضرة اشوف شنو الاشياء، مثلا بالانفلاميشن اللي هي سيشن 2 بالباثولوجي، سيشن 2 انه ما شارحها بطريقة يعني احس انه اكو ديفكت بالانفلاميشن، فافضل انه اروح للمصدر، اوكي افضل اروح للمصدر لان المصدر يخليني اندمج، اوكي. فهاي الفكرة انه لكل مادة يكون لها بروفايلها الخاص وتتعامل على هذا الاساس، ولازم يكون عندك مهارة بالمصادر،
اوكي، وراح احاول يعني اسوي فيديو جديد عن المصاري، مع انه هو فيديو يعني اساسا منزله، بس راح احاول انه اسوي فيديو جديد حسب الوقت صراحه، لان الوقت صار قاعد يصير لي كل ضايق ما ادري ليش يعني. فحسب الوقت انه راح احاول اسوي فيديو جديد عن دراسه المصادر، انه شلون مثلا بالباثولوجي او شلون اوصل للشيء اللي اريده، اوكي شلون اوصل للشيء اللي اريده بالمصدر بسرعه باقل جهد واقل وقت ممكن. احيانا صراحه تكلفني يعني ثواني حتى اوصل للشغلات اللي اريدها، واحيانا تكلفني شويه وقت، بس بالنهايه انه يعني هي الدراسه لازم واحد يكون يعني لازم يطول باله. ما ينفع انه انت طالب وخلقك ضيق انه تريد اول ما تدخل المصدر كانه هو المصدر يعني يقول لك اهلا وسهلا تفضل شو تريد. لا، انا لازم شويه تتعب، لازم شويه تتعب حالك، لازم تطول بالك بهذا المعنى. اسف على الاطاله، اذا عجبك الفيديو لايك وشاركه مع زملائك، لانك هواي ناس يعني محتاجه هيش انواع من الفيديوهات. نلتقي ان شاء الله بفيديو اخر.